مؤسسة نهر الأردن احتضنتني والله وساعدتني وبلشت مباشرة أشتغل عندها على الماكينة وعلى الدرزة. طبعاً كتير مفيد للستات إنهم يدعموا أسرتهم، يدعموا مثلاً حالهم، إنهم هم يكونوا قد حالهم مثلاً يشتغلوا، يساهموا في المصاريف للبيت، يساهموا في تعليم الأولاد. حسيت إني أنا قويت شخصيتي كتير لدرجة كبيرة، مو يعني زي إني أنا ست بيت أطبخ أعمل زي هيك، لا، صار عندي تحقيق للذات.